السهرة أحلى مع خلود النمر. حياكم الله مستمعي الكرام وأهلا وسهلا بكم بحلقة جديدة مباشرة من برنامجكم اليومي والمباشر السهرة أحلى. طبعا فقرات منوعة مختلفة بنطرحها لكم طبعا بوجود متخصصين بندردش معهم بنطرح أسئلة عليهم بنعرف من خلالهم العديد من الأمور. طبعا للاستفسار للتعليق للتعقيب تواصلوا معنا على الأرقام التالية 012-6161-100 وعلى الواتساب 0562-89-901. هنبدأ بأول فقرة عندنا لهذا اليوم لكن بعد فاصل قصير خليكم معنا. السهرة أحلى مع خلود النمر. حياكم الله مستمعي الكرام من جديد. طبعا في الأجواء الجميلة تحديدا في الأجواء الشتوية عندنا هنا في المملكة والأجواء الربيعية دائما بتنتشر الرحلات البرية، بتلاقي الأسر العوائل الأطفال الكبار الصغار بيستمتعوا بالرحلات الجبلية والرحلات الصحراوية. دائما بنسمع فين رايحين؟ رايحين البر. إيش عندكم الويك أند؟ والله طالعين البر. دائما الرحلات في الجودة بتكون هي الأولوية لها في الويك أند، وبيستمتع الجميع وبيقضوا وقت جدا حلو يعني مع الأسرة مع الأصدقاء الصديقات، يعني بتكون أوقات مميزة. إيش سبب انتشارها مؤخرا هذه الرحلات البرية؟ إيش سبب انتشارها مؤخرا؟ وهل هي كانت موجودة لكن ما كانوا الناس يجوها بكثرة؟ يعني كان في ناس زمان يروح رحلات برية سواء هايك سواء تسلق وإلى آخره، بس ما كانت منتشرة والآن انتشرت، ولا إيش حكايتها؟ إيش سر الإقبال الشديد عليها؟ طبعا هذا السؤال وغير من الأسئلة هطرحه على ضيفي الكريم بالاستوديو. إحنا معنا الأستاذ سامي أولية، هو مغامر ومهتم بالرحلات السياحية. يسعد لي مساك. أهلا بك، حياكم الله. حياك الله. أهلا. سامي، إحنا طبعا يعني الرحلات البرية من الناس، إحنا أنا شخصيا ويعني أسرتي بنحب نروح الرحلات البرية، ولاحظنا إنه الإقبال بيزيد أكثر وأكثر وأكثر على هذه النوع من الرحلات. إيش عناصر الجذب؟ بسم الله. أول شيء عناصر الجذب عادة في الرحلات يعني صفة عامة، البرية البحرية، الناس بتخرج في فترة الشتاء مناطق طبيعية، يحبوا الجبال يحبوا البر لأنه بيقطع عن الحياة الروتينية اللي كل يوم بيقضيها بين شغل ودوام ومدرسة وروتين العمل، فما يصدقوا الناس يلاقوا يعني الجو شوية بارد فيتوجهوا على أماكن طبيعية سواء صحراوية أو جبلية أو كده. فتقضية وقت في الأماكن هذه تلاقي الشخص يرجع يعني حالة من التشافي، يكون بيفصل تماما. فالناس تدور كيف نخرج عن نطاق الحياة المدنية في وسط المدينة لمناطق طبيعية مناطق طبيعية. فكثير يتوجهوا لغالبا الصحاري، للجبال، المناطق الريفية، المناطق اللي فيها شوية أنهار، مناطق على البحر، فيقضوا يعني إحنا عادة هنا في يعني في المنطقة العربية يسموها هذه باللغة العامية كشتة. فالكشتة أنا كنت بقولها يعني بس الصراحة قلت لا ما ينفع. قلت ليه؟ لأنه يعني هي فعلا أغلب الناس بتتوجه لها، وزي ما قلت هي انتقال من ضجيج الحياة العملية والشغل البيت العيال الدنيا زحمة الشوارع السيارات، ركز في الجملة دي السيارات، إلى فصلة كده لعالم كده نقي شوية طبيعة. فالأماكن دي كمان يعني أغلبها يعني أغلب المناكن أو أغلب نقدر نقول المنتجعات أو المخيمات أو الاستراحات بتكون بعيدة عن وسط المدينة، فتلاقي الهواء نظيف، الأكسجين نظيف، في راحة نفسية بتكون في الأماكن هذه. حتى على البحر، يعني حتى المناطق اللي على البحرية سواء في شمال يعني منطقة جدة أو داب، بتكون لما الواحد بيقعد على البحر بيشم أكسجين نظيف، فتلاقي نفسيا الواحد بعد ساعتين ثلاثة ساعات تلاقيه مرتاح نفسيا، فيخرج من نطاق الضوضاء
والتعب حق الشغل حق الدوام والروتين الحياة. فيا هذا سبب الرئيسي اللي الناس تخرج على الأماكن دي. طب هي مؤخرا أصبح الإقبال عليها يزيد ولا هي من زمان موجودة ولكن بشكل بسيط يعني لها هواة معينين؟ لا هي موجودة من زمان بس مؤخرا يعني نقدر نقول آخر 5-7 سنوات بدأت أصحاب المنتجعات والاستراحات يطوروها وبدأت يهتموا ليها فكانت تجذب ناس كثير سواء من خدمات من كواليتي من أكل من شرب من أكتيفيتيز إيش بيعملوا فيها فتطورت ده فصار الناس بدأوا يدوروا أماكن مكان عن تاني ويطلعوا يجربوا مكان على الآخر فبيلاقوا فيها يعني خدمات ممتازة. طيب. لا كانت موجودة من زمان بس بدأت تتحسن الخدمات يعني وجودة ليها. يعني هي اختلفت عن زمان. زمان كانت فاكر زمان كنا احنا صغار كان الأهل يجيبوا البسطة الصغيرة دي السجادة الصغيرة مع ال شوية كده سندوتشات على شاي على ويروح البر كده ويجلس ويتونس كان والله حلو الأيام هذه. بس بالفعل اختلف إنه زادت الخدمات زادت الخدمات زادت الفعاليات والنشاطات أصبح هناك فعاليات تزيد من عنصر الجذب زي إيه؟ صحيح مؤخرا يعني زي ما تفضلتي إلى الآن هذه الأشياء موجودة الناس يعني زي ما مثلا تطلعي على الكورنيش ولا بتطلعي في منطقة برية مثلا مجموعة صغيرة هم معاهم حاجاتهم أدواتهم وكذا فبتكون فالاختلف إنه بدأت شركات تنظم هذه العملية نفس الوقت وبدأت تدي خدمة إضافية من الله يكرمك من حمامات لجودة أكل لسناكات لعشاء فصارت بدل ما تاخذوا حاجاتكم لا خلاص المنظمين صاروا بي بي بيوفروا كل الأشياء دي للناس. الأكتيفيتيز صار في زي هايك وفي سيارات تطعيس دفع رباعي في دبابات وفي خيول وفي ألعاب للأطفال ففي أكتيفيتيز كتير يعني هذه بشكل عام أصبحت يعني موجودة في فعاليات البر في أغلب البر في أغلب الأماكن البرية صاروا بيهتموا بالأشياء دي كلها حتى إذا كان أماكن برية خاصة لأسر معينة بيعملوا فيها هذه الأكتيفيتيز بيعملوا وطبعا المخيمات أو المناطق دي بتختلف مساحاتها في صغيرة في كبيرة بيختلف الدافع. أنت عارف إنه من شدة حب بعض الأسر في البر بيعمل مخيمات خاصة لهم سواء في جدة في الرياض في أي منطقة من مناطق المملكة بيعمل مخيمات خاصة لهم بالشتاء بيطلعوا لها. يعني حتى مؤخرا يعني صارت فكرة التخييم لدرجة إنه الناس صارت في بيوتها في وسط السطوح بيعملوا خيمة يجيبوا خيمة بيقعدوا عشان ياخدوا على أساس إنه البر إنه ياخدوا الشكل إنه أوكي هذا الثيم إن إحنا كأننا عايشين في البر في الجو البارد أو شيء. طب أنت عارف في البيوت برضو صار في نظام الخيم لا متى من زمان يعني مش صار يعني إحنا ما بنقول شيء جديد بس في أغلب البيوت صار فيها يعني الفيلا الكبيرة وكده صار فيها خيم يعني صحيح أو بيحبوا يجي يخلوا في كل بيت خيمة حتى يعملوا زي الديوانية كده يجتمعوا فيها كأنه بوست تصوير أو شيء زي كده بس إنه إحساسهم إنه إحنا من أهل البر أو شيء زي كده إحنا نحب المناطق البرية فصارت ترند الحين في المؤخرة يعني كثير صاروا يسووا خيام وكده والله أنت عارف إيش هي الشغلة اللي بتعز علي إنه لما بيقلب حر بيصير حر فعلا فما نقدر نستمتع في هذه رغم إنه في مناطق في المملكة حتى لو الدنيا عز الصيف بيكون جوها رائع الحلو في المملكة إنه في المناطق مثلا زي جدة البرد معتدل في الرياض البرد جميل جدا في يعني الجو مختلف لكن في بعض الأوقات بيكون في الصيف بيكون فعلا حر بنتوجه أكثر شيء زي ما تفضلت للبحر فرحلات البحرية ففي عفوا في أوبشنز كتير في الأماكن أنت خبير سياحي يعني فأنا من جاي أقول لك يعني أكون دليل قدامك يعني خليني أقول لك إيش اللي بيصير غالبا لأهل جدة بصفة خاصة يعني أو أهل المنطقة الغربية فترة الشتاء بتكون يعني نقدر نقول من ديسمبر إلى مارس هذه بتكون فترة الشتاء والجو يكون معتدل وفي أمطار وكذا فترة الصيف والربيع والخريف أغلب السكان من جدة يتوجهوا من ناحيتين يعني جزئين منهم اللي يحب البحر بيطلع ناحية أملج وبيروحوا على رحلات بحرية سواء في وسط جدة في الكناين أنا صراحة تحفة رائع أملج من أجمل الأماكن والشواطئ اللي شفتها بحياتي صحيح صحيح فجزء منهم اللي يحبوا البحر يروحوا على ناحية البحر على الشمال
وجزء الثاني يتوجهوا جنوب، لأنه فترة يعني فترة الصيف في الجنوب من ناحية النماص أو الأبها أو الطائف بتكون فترة جدا ممتازة في فترة الصيف، الجو بارد لأنه مرتفعات عالية. سياح يعني أنا كنت أقول طب خلينا نجرب إنه نعمل نلف جوا نشوف كيف، في أوقات غير أوقات السفر في سياح من برا بنلاقيهم موجودين، يعني بنلاقي لا تسي أبها لا تسي الباحة، في الطائف يعني في أجواء حلوة، بس مثلا الجنوب بنشوف ناس يعني جايين مخصوص عشان يتفرجوا على الأماكن الحلوة. أيوة يعني، لكن تخيلي يعني إحنا هنا في عز الصيف في يوليو وفي أغسطس في عز الصيف إحنا هنا بنعرق أو إيش الحر ده وميتين، بقية الناس في أبها الماء البرد لابسين تقيل مطر كل يوم وانت ماشي في وسط السحاب، فشوفي بس كيف التنوع الجغرافي سبحان الله. يعني جميل. فترة الصيف وأبها مطر فترة الصيف، فتلاقي جزء من الفترة هذه ناس يتوجهوا جنوب. فترة اللي هي نقدر نقول اللي قبل شهر نوفمبر وما قبل الناس يطلعوا شمال تبوك ناحية جبل اللوز ناحية الديسة ناحية العلا ناحية مدائن صالح، هذه فترة العلا لوحدها حدود طويلة من جمالها الواحد والله يحتار يقول فيها ايه ولا ايه. فسبحان الله شوف كل هذه مناطق طبيعية، طبعا في مناطق مرتبة وفي مناطق تحتاج لها شوية تطوير وكذا، يعني نظام الله خير وزارة السياحة شغالين على هذا الموضوع ومنزلين أنظمة قوانين جديدة فشغالين على تطوير الأماكن دي، وبتنتشر السياحة دحين في كل مكان، حتى على الفترة القادمة بيزيد عدد السياح في المملكة بكل ده، وبتفتح مطارات جديدة، بيفتح مطار رئيسي في أبها، فتح دحين حيفتح مطار رئيسي في نيوم، فبتزيد عدد السياح بصفة عامة. حتى الكروز لما بيجي على جدة النقاط اللي بيوقف فيها برضها فيها مناطق جذب سياحي، وحتتطور أكثر من منتجعات الناس تقدر تروح تقعد فيها أكثر منه فقط حقون الكروز. طيب إحنا مقبلين على العيد وأنت سامي يعني أكثر واحد ينفع أسأل السؤال هذا، فين الناس تروح في العيد داخليا؟ والله شوفي كثير دحين بالجو اللي احنا فيه ده يعني بفترة بعد رمضان كده الجو لسه يعني نقدر نقول جميل. الى مايو نهاية مايو الجو يبدأ بعدين يعني يونيو أغسطس خلي شوية كمان نقول يعني سوي دعا أوكي. فلا الجو إن شاء الله إلى مايو بيكون كويس، عادة كده يعني يبدأ جون جولاي يبدأ فعلا الحر، بس قبل كده لا، فنقدر نقول يعني إحنا متأملين إن شاء الله يكون موسم جدا بعد العيد زي ما حصل السنة اللي فاتت، وحتبدأ فعاليات ما أعلنوا صراحة لسه، بس أتوقع إنه حيكون في إعلان فعاليات كبيرة بعد العيد. من أماكن يعني ما أقدر أقول لك شيء محدد، لأنه تعرف خلال الأسبوع الجاي أسبوعين الجاي تنزل إعلانات فعاليات كثير. لا لو مثلا أنا أبغى أطلع من الازدحام أبغى أروح كده منطقة سياحية، هو أنا I think البحر أكثر وجهة بتكون في هذه فترة الأعياد. يعني البحر شوية عليه أقول لك أقدر يعني على نص مايو يونيو تبدأ الرحلات البحرية، رحلات لبلاضة الأعياد الناس بتوجه في العيد إلى الشواطئ وش الشاليهات. أيوة يعني ممكن برايفت يعني الرحلات البحرية برايفت، يعني مثلا رحلات تبدأ رحلات بياضة بعد العيد بعد فترة عند العيادات بتكون معلنة بصفة عامة. عندك الطائف في بتكون في موسم الطائف بيكون دحين بيكون أكيد حيبدأ بعد العيد فيكون هيصة الناس تقدر تتوجه للأماكن دي كلها. طب إيش خليني أرجع مرة ثانية للبر. البر زي ما ذكرت إنه في فعاليات كثير، في نشاطات هايك، أنا أحب الهايك خصوصا لو كان هايك على قدي، يعني في ناس يقول لك هايك حاجة مرعبة، أنا هايك بسيط يعني، ولكن مثلا أنا من عناصر الجذب التي تغريني الخيول، يعني أنا مكان فيه خيل أجري أنه أنا يعني أحب الخيل أركب الخيل كثير، لكن إيش الأعمار اللي بتلاقوها بتقبل بشكل كبير على رحلات
برية بشكل عام؟ والله شوفي الرحلات البرية عادة بتكون نقدر نقول السن إلا ما بين 17 إلى 35-40 هذا السن، سواء من شباب من بنات من عوائل، أحيانا عوائل بيكون معاهم أطفال بيطلعوا. كل الناس اللي بتقدر تقولي اللي بيسافروا خارج السعودية أو بيخارجوا يعني بيسافروا في الأماكن دي، ويعني الأعمار كلها بصفة عامة بي بي بيتوجهوا. يعني في المخيمات كنا بنشوف، يعني أنا دائما بطلع رحلات يعني مع نفسي مع أصحابي مع أهلي وكده، فدائما نشوف كل الأعمار. يعني كثير نشوف رجال كبار في السن، أيوة في صح السبعينات صح والثمانينات، ونشوف أطفال انت عارف الكبار في السن لما يجيبوا كده كرسي حلو ويريحهم قدام منطقة جبلية او في منطقة صحراوية الجو حلو كده وحاطط الشال على كتفه تلاقيه مبسوط قد الدنيا، ما يبغى احلى من كده، لانه ما يحبوا الضوضاء، ما يحبوا الضجة، ما يحبوا الكلام الكثير الكبار في السن. فالصغار بحسهم بيجروا بينطلقوا بيلعبوا بينطلقوا بيجروا، الشباب بيمارسوا هواياتهم بيروحوا بيجوا، يعني أحس إنه هي يعني متعة لجميع الأعمار. بالضبط، يعني عارفة لما بتكوني في رحلات لازم ترضي جميع الأعمار، لأنه كل واحد لي يعني اتجاه معين أو مود معين. يعني مثلا تقدر تقولي فئة الشباب المراهقين يبغوا يجروا، يبغوا يتنططوا، يلعبوا كورة، يبغوا طالع طائرة، يبغوا يركبوا خيل وما أدري. الكبار في السن يبغوا استكنان وهدوء، الأطفال يبغوا ألعاب للأطفال وأشياء ليهم. صحيح. فلازم ترضي جميع الطبقات، لأنه أنت تبغي استكنان في النهاية، فيعني تبغي تخرجي من مود، تبغي تسوي شيء جديد. يعني إحنا كل يوم بنسوي نفس الشيء، شغل دراسة في نفس الوقت، طب أبغى أسوي شيء جديد في نهاية الأسبوع ماني لاقي، تلاقيني أروح وأدور، وتلاقي مرة في مكان مرة تانية بروح مكان تاني، مرة ثالثة بروح مكان، فهكذا. صحيح. تستمر الموضوع. هو البلد هذه جميلة، خلينا نتكلم صراحة، فيها كل شيء. يعني إحنا بنستكشف، ما زلنا بنكتشف بنستكشف جمالها. يعني والله فعلا أنا بتكلم من جد، يعني كل منطقة جديدة أنا بروحها بلاقي أكل مختلف، ثقافة مختلفة، أجواء مختلفة، طبيعة مختلفة، الجو البارد، الجو الحار، الجو الربيعي، الجو الصيفي، الجو الشتوي، يعني فيها كل شيء حلو. أنا يمكن عشان مؤخرا صرت أروح رحلات داخلية صرت أقول قد إيه عندنا أشياء حلوة، قد إيه literally فعليا إحنا عندنا أشياء مرة حلوة، وكل ما نكتشف أشياء حلوة كل ما إحنا نحس إنه وسائل الـ 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 الاستمتاع الـ 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 الاستكشاف بيخلينا نستمتع أكثر أكثر ونكتشف حاجات حلوة أكثر. إن شاء الله المرة الجاية استضيفك وتقول لنا أماكن أكثر وأكثر بإذن الله. سامي أوليها شكرا لك، يعطيك ألف عافية، شكرا لتواجدك. الله يبارك. شكرا لك مستمعي الكرام، خلينا نروح لفاصل قصير ونواصل، ابقوا معنا. السهرة أحلى مع خلود النمر، حياكم الله مستمعي الكرام من جديد، ومكملين باقي فقرات حلقتنا لهذا اليوم. خليني أقول لكم على حاجة بسيطة، دائما لما بنسافر برا بنلاقي أطباق عربية موجودة في الخارج، يعني بنلاقي المشهورة الأكلات، يعني بنسمع عن الحمص، عن الفلافل، يعني نسمع عن يعني أطباق عربية موجودة في الخارج والأجانب بيعرفوها. إحنا عندنا أطباق ثرية وبالفعل شهية جدا جدا جدا، لكن أنا بلاحظ مثلا لما نسأل بعض الـ بالخارج إيش تعرفوا عن الطبق السعودي، يقول لك كبسة. لا، إحنا عندنا أشكال وألوان من المأكولات ومن أشهر المأكولات ومكتملة العناصر الغذائية. كمان عندنا الطبق السعودي مجرد أي أحد يذوقه سواء من العالم العربي أو عالميا على طول بينال إعجابه، زي ما قلنا لأنه مكتمر العناصر الغذائية وشهي جدا، بينعمل بنفس، دائما الطبق السعودي كده فيه نفس، عشان يطلع لذيذ لازم يكون نفس الإنسان الشخص اللي بيعمله نفسه حلو،
ولو اني ماني فاهم قصة نفسه حلو، لكن هذه اللي حعرفها، اعرف ايش معنى كلمة او كيف بيجي النفس الحلو، غيره من الاسئلة اللي تتعلق بالطبق السعودي وكيف او يعني آلية وصوله للعالمية. مع ضيف الكريم في الاستوديو احنا معنا الشيف توب شيف ياسر جاد، رئيس جمعية الطهاء السعوديين. اهلا وسهلا فيك. يا اهلا وسهلا، الله يسلمك، حياك الله، كل عام وانتم طيبين، وان شاء الله نكون خفاف الظل يا رب. لا لا، انت اكيد انت ضيفي بجميع البرامج اللي انا كنت فيها وقدمت فيها. ما شاء الله. ايش يعني شخص نفسه حلو؟ قبل ابدا بالطبق السعودي، انا هذه الكلمه حتجنني. نعم، انا اقول لك، هي نفسه حلو معناته انسان مهتم، مخلص، يعني الاكل لذيذ، بس ايش التفاصيل؟ والداتنا او لا اهالينا أهالينا امهاتنا وجداتنا كانوا مهتمين، كل واحده فيهم على مهلها. أول شيء تحمص البهارة، تغسلها قبل تحمصها، تخيلي ما حد بيعمل هذا الشيء عشان تطلع طعمها كويس. وتبدأ تغسل وتقطع القطة وتمسكها حبة حبة، والخيار كان زمان بالطماطم، يعني ما في سرعة، ما في أحد يطهر بهارها على أقل من يعني مهلها. مخها يدها في الطبخ ومخها في الشغل وفي في الميتنج وفي لا لا، ما عنده أبدا، مسكين. وفوق هذا يعني أطباق بسيطة تعملها، ما في عجقة بتحاول وتستخدم مكونات أساسية، والثلاجة ما كانت فيه زمان، بعدين جات الثلاجة، فالناس كانوا يجيبوا مكونات من اللحام والدجاج، يجيبوها من البياع الدجاج، وكل شيء بيوم بيومه. هذه هي اللي هو النفس، تخيلي بكل بساطة. بس على فكرة حتى لما اخترعوا، لما جابوا الثلاجة ولما كبروا أمهاتنا إلى الآن نفسهم حلو. معناته أنا قلت للوالدة، قلت لها ماما كيف أعمل نفسي، كيف يعني انت نفسك حلو؟ اعرف نفس حلو يعني اعمل اكل لذيذ، لكن انا كيف اخلي نفسي حلو في الاكل؟ قالت لي انك تطبخي وانت بتحبي الشغله وانت مبسوطه، وتكوني فاهمه كيف تطبخي. يا بابا انا شو هي كل منظومه كامله. انا اقول لك حتى الشفات، في شيف تقول لي نفسه كويس، معناته هو مهتم يعمل التفاصيل، ما في شيء يمشي. انت عارفه في حاجه يسموها في المطبخ شورت كت، يعني الصوص المارجا هذه ممكن يعمل شورت كات، يجيب شوربه ماجي ويعملها. هذه خلط غلط، المفروض انه يجيب اللحم العظم ويسويه، يسوي البراون صوص اللي هو الاساس حق الصوصات، ويعتق وياخذ له 18 ساعه ممكن لما يوصل للليفل هذا. هذا الشورت كات هو اللي خلى النفس، زي ما نقول يعني النفس، انا مؤمن انه هو جوده في النهايه، مضمون من مضامين الجوده، انه الواحد يجيد الشيء يتعلم صح ويطبق صح، وما يهم مستعجل ويتخصص. الآن مو أنا السيدات اللي نسمعهم مع بعض بالتليفون كيف تسوي الوصفة دي، حتى ما تكتبها. الوصفات حقت الحلويات لها مقاييس بالجرام وباللتر، لأن هم كيميائيين حقون الحلويات، يعني مش طباخين، بيمشي معايير معينة وصفة الستات تسوي وتطلع، ما تطلع ما تدقق. فهذا اللي يخلي النفس هو تفاصيل. يلا. تفاصيل، تمام، خلاص أنا أخذت منك الإجابة، إن شاء الله تكون مقنعة للمستمعين. طيب خلينا نرجع مرة تانية لموضوعنا الرئيسي. لما بتسافر شف ياسر، لما بتروح كده حول العالم، بيقول لك ايش الأكلة اللي ايش تعرف عن الأكلات السعودية، يقول لك كبسة. طب ما احنا عندنا أشياء كثيرة ألز من الكبسة كمان، كبسة لذيذة ما أنكر، لكن عندنا أشياء حلوة تانية. فايش سبب انه مثلا ما يعرفوا مثلا عن أكلاتنا اللذيذة؟ الطبق السعودي يعني هل في يوم حيصير طبق عالمي؟ أنا أتمنى، لأنه فعلا لذيذ ومكتمل العناصر 100%. الآن أنا أبدأ لك من الحكاية من الآخر. هيئة فنون الطهي، وزارة الثقافة، هيئة فنون الطهي اللي هي أحد الهيئات في وزارة الثقافة، معطية اهتمام جدا عالي بتوثيق المطبخ السعودي عشان يرجعوا الأشياء القديمة اللي ما هي موجودة في السوق الآن، وفي نفس الوقت إدخال أفضل مدارس العالم في الطهي في المملكة. هتفتح إن شاء الله قريبا مدرسة عالمية اسمها كوردون بلو، هتطلع شفات متخصصين. هي بسويسرا أعتقد. أيوه، فهذا هذا اللي حيخلي المطبخ السعودي بأيدي السعودية يطلع، لأنه هذولا عدوا خطوة الكالبريشن اللي هي معايرة الطعم. أخذ الطعم حق والدته وحق بيته وبينقل نفس الطعم. الشيف المقيم في السعودية بياخد الطبخة، بس ما هو الطعم، مو نفس الطعم. هذه الأشياء اللي خلت المطبخ السعودي بعض الأشياء ضبط وانتشر زي الكبسة. بس قبل نوصل للإجابة دي، شوفي الهجر لها دور. عدم وجود هجر في السعودية، الحمد لله بلدنا أمان وفيها كل النعمة وكل صحيح. فهذا الشيء خلى
خلى المطبخ السعودي محدود. يمكن الكبسه شباب انا لما بدا يطلعوا يسافروا كذا يعملوا كبسه الشباب في البيت لانها سهله مش سهله وبالوان تطلع بيضه تطلع بني تطلع حمراء اي لون بس هي لحمه ودجاج. لكن احنا عندنا يا جماعه اللي في مرقوق وفي جريش وفي بكل منطقه من مناطق المملكه في منطقه في المملكه العام كان في مو العام قبل كم شهر كان في مهرجان اسمه سعودي فيست بالرياض غطى ال 13 منطقة وخلى الناس تتعرف على المطابخ هذه. عندنا تنوع يعني أنا بقول لك على شيء إحنا المطبخ السعودي يمكن العالم كله ممكن يسمع الكلام ده من أكثر المطابخ تنوع لأنه عندنا حدود جغرافية متنوعة. عندنا حدود في الجنوب تخلينا ناخذ مطبخ جنوبي عندنا البحر الأبيض المتوسط والشمال من منطقة الهلال الخصيب وعندنا منطقة الشرق المملكة العربية السعودية من المطبخ الهندي والخليجي ويعني هذا التنوع ومنطقة الوسط مطبخ أصيل بمكونات أساسية من منطقة نجد والقصيم ما فيها رز يمكن الرز 70 سنة ما كان موجود فما له إلا 70 سنة دخل فالكبسة ما هي طبق أساسي ما هي هي الجريش الآن هو اعتمدته وزارة الثقافة هو الطبق السعودي القومي اللي نقول عليه لأنه من مكونات الأرض وموجود هنا في أطباق دخلته. فأنا أقول إنه إن شاء الله في جيل من الشباب حيجي حيوصل المطبخ للعالمية. يمكن ساعد كمان موضوع الابتعاث بأمانة وطلوع مجموعة من الشباب في العالم كله بدأوا يعني أنا شفت مطبخ سعودي في لندن شفت في باريس شفت في نيويورك انبسطت يعني لأنه اللي بيعمل كمان لازم يكون يجني مادة من الموضوع ده ويحقق أرباح. فالمطبخ السعودي التنوع اللي فيه حيكون يعطي له قوة. كمان المطبخ السعودي فيه بساطة سهل ممتنع ما في توابل حادة زي بعض المطابخ العالمية الهندية والشرق آسيا يعني في حدة مختلفة. إحنا مطبخنا مايلد يعني معتدل ومكونات بسيطة وثلاثة أربعة عناصر تديك الطعم تخيل يعني ما في عشقة مكونات إيه ما في زحمة في المكونات فإن شاء الله. بس يعني بالرغم أنه ما في زحمة في المكونات لكن لذيذ يعني. خلينا نتكلم على رمضان كيفك انت يا الله انا هلكت المستمعين والضيوف في شربة الحب. كل ما يجي حد اقول لهم شربت شربة حب في رمضان هذا انا يعني اعتبره من الاطباق اللي احنا يعني كثير ناس لما اقول لهم قدامهم شربة حب ما بيعرفوا من ناس من الخارج يعني. شوف يعني هي بصراحة رمضان التنوع فيه في البيوت شربة الحب كل بيت بيصير بنكهة مختلفة تخيلي فعلا؟ فعلا انا اقول لك في ناس مثلا من ضمن البهارات الاساسيه الشيبه في ناس ما بيحطوا شيبه نهائي في ناس ما بيعملوا صورة لشربة الحب يحطوا فيها شيبه في ناس ما بيعملوها كده هي يمكن فلسفه منهم هم تعلموها كده بيطلع منتج مختلف. في ناس ما بيعملوها بطماطم حقول مدعين عاده عشان ما نغلط عليهم هم في يسووها بيضه وتطلع لذيذة. فما هو فعلا يعني هم اكلهم المدينة تحديدا عليهم اكل يجنن ما شاء الله عليهم. مش بقول لك وكمان يعني حسب نوع الحب في ناس يحطوا الحب البارلي هذا اللي هو الحب أنا زوجي من المدينة فدحين بدأ يسمع مزبوط مزبوط فالحب كمان لي دور في ناس يسووا بالكويكر في ناس في ناس يسووا بالحب البلدي في ناس فأنا أقول لك هذا التنوع حلو في العالم كله التنوع من بيت لبيت ومن من منطقة لمنطقة ما زالوا في نفس الطبق زي الكبسة متنوعة وزي حتى الجريش منطقة نجد بيعملوا بحمسة منطقة القصيم بدون حمسة. نجد أنا في الرياض الأكل اللي أنا أكلته في حياتي ما أكلت ألذ من كده. شايفة كيف؟ تخيل أنا في أطباق أنا ما أعرفها بس والله حتى اسمها فايتني بس أنا أكلت عندهم المرقوق أكلت عندهم حتى في ناس لما أروح الرياض أقول لهم لو سمحتوا عشان أزوركم مرقوق الله يخليك لأنه أكلهم جدا طعم طعم طعم. قلت لك يعني شوفي الأكل في مناطق المملكة في تميز لأنه عنصر واحد بتدوقي في المرقوق بتدوقي نفس العجينة وبتدوقي في النهاية اللحمة والمرقة حقت الخضار ما في ما في أشياء كثير فأنت تستمتع بالطعم هذا يعني خليكي تحس دائما إنه هو في دماغك الطعم ما يتلخبط عكس ما تدخلي في مطعم وتأخذي 5-6 أطباق ممكن أو بوفيه. أحكمي على الأكل من البوفيه لما تتحطي في بوفيه ممكن تتشتتي وممكن تقولي كل البوفيه هذا مو طعم يعني هو لا في أطباق لو دخلت على واحد طبق ممكن حتستمتعي. فالمطبخ السعودي احنا جدا فخورين فيه. لا تنسي عندنا اسماك في المطبخ السعودي صح. عندنا سي فود كامل صح. وعندنا لحوم وانواع اللحوم يعني احنا عندنا هنا الحاري في الغربيه هنا عندك عندهم النعيمي وفي النجدي يعني هذه حتى الذبيحه لها نكهات مختلفه ولها لمساتها الخاصه يعطيك الطعم زي الواقي
الستيك والانجوس يعني تخيل احنا قبلهم بدانا بهذا الشيء. صحيح. فاعتقد انه هذه اضافه. والسمن، السمن البلدي، المدائن عندهم سمن بلدي، الطائف عندهم سمن بلدي مختلف. انا اسمع حكيت انه هذا سليق طائفي مثلا وهذا سليق وفعلا ده له كده لمسه مختلفه. في اختلاف اساسي السليق وده لذيذ وده لذيذ. السليق الطائفي هم يسموه عربي، هذا من دون حليب نهائي بس ياخذ وقت يسوى اطول وتلاقيه كأنه في حليب وما في حليب. والثاني اللي هو السليق حق الحجاز مكة المدينة لا يحطوا فيه حليب. وفي ناس كمان يحطوا فيه قشطة أو كريمة هيفي يعني. بس السمن هو كمان لي دور. أنت بتقول على حشات كلها التخن يا شف ياسر، إيش فن روح إحنا؟ بالعكس بنبسط مرة. وبعدين فن روح. لا يعني إن شاء الله إنه أنا أتمنى الآن الشباب والبنات يبدأوا يهتموا ويبدأوا يحافظوا على المطبخ السعودي. شوف المطبخ هذا قوة، السكيل إنك أنت تكوني طباخة في البيت أو في عزيمة أو في مناسبة عندك سلاح ذو حدين، يا تكوني تغطي ثغر في العزائم يا إنه أنت تتفضحي إنه أكلك مش طعم يعني. ما هذه المشكلة كمان، إحنا فوق ما إحنا أكلنا لذيذ ذواقين، ما مو أي أكل يعجبنا وننتقد. إحنا عادة ما نجامل. أيوة يعني عادة في شعوب غربية ما ينتقد، ينكسفوا أو يحسبوا له حساب بشكل يعني صريحين. عندنا الصراحة عالية حلو حتى إحنا ذواقين للمأكولات الخارجية يعني سواء على مستوى عربي أو مستوى عالمي نقول ده لذيذ وفعلا يطلع لذيذ. شوف أقول لك، إحنا في الميدل إيست، إحنا فعلا في وسط آسيا، إحنا في منطقة بعيدين كثير عن الشرق وبعيدين كثير عن الغرب وفي النص، فإحنا نميز الطعام. شوف إلا في آسيا عندهم مشكلة، إلا في فار إيست هذول في شرق آسيا ما يميزوا لأن هم طاغي على طعم الأكل حقهم، التوابل اللي هي سويت وصويا ساور وسبايسي تو ماتش يعني حار. أنا أحس أنه مولع. الهند لا، ما في سويت لكن في نار جهنم. إحنا السعودية لا، حتى بسوي الدقس حقنا على جنب خفيف ظريف. شوف الدقس وشوف السامبل مثلا، السامبل سويت والكباب حتى الكباب يعني إحنا كبابنا نحط فيه شغلات ما نركز على البهارات، نحط توم ممكن بقدونس بس او بصل عفوا وطعم هناك لا خليط. كتر التوابل بتفسد الطبخه؟ لا ما تفسد اذا كان هي وصولها كده صح، خلينا نتفق اذا وصولها كده. لكن اذا واحد غشيم ومتعافي ويكب بالكوم بالملعقه، فانا اشوف ناس تطبخ ملح بالملعقه، يعني هذا بيسموها نتره ملح، الفلفل الاسود الكمون، يعني في ناس يحسبوها كل شيء بالميزان، فهذول يعني غشيم ومتعافي اكيد يبوظ الاكله. جيت افكر في حكايه المعيار هذه، الناس اللي بتعمل المعيار في الاكل هذه صح. اكتشفت الناس اللي ما بيعيروا في الاكل او ما بيحطوا مقادير يعني محدده بنص ما مدري ايه الربع، يعني امهاتنا والله ما كان، انا كنت اشوف الوالده الله يطول بعمرها بتحط يلا بيدها بترش الرشه هذيك ويلا والاكل بيطلع خرافي. يعني شوفي بامانه في التعليم لا يفضل يمشي بمقياس بالذات يعني اللي ما عنده اي خلفيه لانه من دون مقياس هو كيف هيحسبها يعني. وهو في بعضهم كمان ما عنده تذوق. شوف الشيف الكويس اللي يدوق كويس ما تلام ولازم يكون متين يعني عفوا مو سمين، انا شايفه لانه في بعضهم يحب ياكله هذه مشكله. انت ثاني شيف استضيفه في البرنامج وفيكم رشاقه ما شاء الله عليكم. والله الواحد لازم يعمل رياضه مع الاكل هذا اهم شيء. بس انا اشوف شفات بشكل عام بيحبوا ياكلوا وعنده مشكله في التذوق يعني الطعم عنده شويه ضايع هو فهذه مشكله. فهو اكله ممكن ما يكون لذيذ صح. ليه؟ لانه بياكل وما بيدقق في الطعم. فتهالي الشيف اللي هو بيحافظ على طعم الفم ويميز، في تيست يعملوه بيسموه البلان تيستينج يعني يغمضوا عينه. انت كنت في توب شيف، كنت برضه متذوق للاكل كحكم كشوفك انت كشيف حكم في مسابقه دولية. أنا حكم دولي في الاتحاد العالمي للطهاة لأنه هذه واحدة من الأشياء إنك توصل للجمعيات حقت الطهي. فهو يعني هو لازم يكون محايد لما يدوق الأكل ما يأكل كمية إلا واحدة ملعقة ويحاول إنه يأخذ وقته ويستطعم كل العناصر تمام، مش إنه يضرب بالخمسة هذه لا. بالمناسبة إيش أكلتك المفضلة من مطبخنا؟ والله شوفي أنا يمكن من الأكلات المفضلة عندي بسبب تاريخ لها قصة معايا أنا أحب العيش باللحم. ليه؟ لأنه لي طفولة معه ولي حكاية، فأنا يعني العيش باللحم بالذات لما يكون مخبوص صح واخد وقته لأنه هي أكلة صعبة جدا صعبة. في ناس حسبوها كده يلا أخبز، لا لازم تاخذ وقتها في التخمير، وقتها بعد ما تحطي عليه اللحم، وقتها شغلة كثير وقتها شغلة كثير وتاخذ وقت طويل.
فإذا ما ضبطت من البداية ما حتطلع النتيجة الصح. طب شيف اختار أصعب حاجة اللي هو يبغى لها مدري إيه ويبغى لها مدري إيه يبغى هو كل المطبخ صعب. وفي بعض الناس يتوقع إنه هي مهنة سهلة، لا هي مهنة فيها جلد فيها وقفة وفيها تعب. أنا عارف، أنا مؤخرا بدأت أتعلم يعني وبدأت أعمل طبخ. بس أنا أقول أي واحد عنده هواية طبخ لا يتردد، ابدأ من البيت. ابدأ من البيت لأنه هو المجال اللي يبدع فيه قبل ينزل السوق يعني. صحيح صحيح، يعني صراحة فقرة جميلة وفقرة ثرية وبتخلي الواحد كده ينفتح نفسه وبيروح يأكل يجري يأكل بسرعة. يعني حقيقي شيف ياسر جاد أمتعتنا وأثريتنا في هذه الفقرة، شكرا ليك ويعطيك ألف ألف عافية. عفوا، وكل عام وانتم طيبين، وإن شاء الله ربنا يجعله شهر مبارك عن جميع. وانت كريم، وانت بألف خير. وانت شفت مع الأكل والأكلات اللي كلمتني عنها خلاص ضربت عندي المعلومات كلها. يعطيك ألف عافية، شكرا لك. مع السلامة مستمعينا الكرام، فاصل ونوصل، خليكم معنا. السهرة أحلى مع خلود النمر. أهلا وسهلا فيكم مستمعينا الكرام بالدقائق الأخيرة من برنامج السهرة أحلى. طبعا كلنا عارفين إنه إحنا خلاص أقل من أسبوعين تقريبا أو أقل، خلاص إحنا دخلين على عيد. يلا نجهز ننزل نشتري. إيش أول شيء بنشتري في العيد؟ وكلنا عارفين إنه العيد يعني حلويات، العيد يعني شوكولاتة، العيد يعني كعك ملبس، حاجات كلها لذيذة. طيب إحنا الآن زحمة أسواق وأسعار مدري كيف، في حاجات كده لازم نقول لكم عليها. اللي الناس تحديدا الناس اللي يحبوا كده منظر الشوكولات كده عند في الصالات في الأعياد وإلى آخره، هيتوجهوا عند شوكولاتو اللي عامل 20% خصم. وطبعا على قد ما تحتاجوا ممكن تعبوا أطباقكم معلش على الكلجة. وأكيد ممكن تتواصلوا معهم على الأرقام التالية 0529285254. مرة ثانية 0529285244. طبعا عندهم غير الشوكولات عندهم تمور محشية وعندهم موالح عفوا وقهوة ومعجنات وكانيبي وغيرها من المنتجات المميزة. وعندهم طبعا مجموعة منوعة للضيافة والحفلات والمناسبات. في مكانهم شوكولاتو في جدة حي النعيم شارع 30، وعندهم تشكيلات أكبر وأكبر ممكن تتعرفوا عليها بمجرد توجهكم لمعارضهم. أهل مكة أكيد طبعا لازم كل يوم نذكركم بالأماكن الحلوة. كرويتا عندكم من الجلسات الجميلة الراقية اللي بتقدم أطباق أشكال وألوان وكلها أطباق محلية وعالمية وجلسات عربية أصيلة وحجازية أصيلة. اللي حابين يتوجهوا على كرويتا هو موجود أكيد في السرايا مول حي النزهة في مكة المكرمة. وللحجز 0565116115 أو آت كرويتا عن طريق الإنستغرام. طيب إحنا الآن حنروح فاصل صغير ونرجع، خليكم معنا. السهرة أحلى مع خلود النمر. حياكم الله مستمعينا الكرام من جديد في اللحظات أو الدقائق الأخيرة من برنامج السهرة أحلى. خلينا ننتقل الآن لكلية الأمير محمد بن سلمان. تأسست كلية الأمير محمد بن سلمان للإدارة وريادة الأعمال وفقا لأفضل المعايير العالمية في المملكة. تهدف كلية الأمير محمد بن سلمان إلى تطوير جيل جديد من القادة الرياديين ذوي الإقدام والتفكير الإبداعي. وتوفر كلية الأمير محمد بن سلمان تعليما ذو مستوى عالمي يلبي المعايير العالمية هنا في المملكة العربية السعودية. من أهم برامجهم الدراسية للماجستير فقط MIM برنامج الماجستير في الإدارة، وMIF برنامج الماجستير في المالية، وEMBA برنامج الماجستير في إدارة الأعمال التنفيذي. وصمم المسار لملائمة احتياجات طلابنا وتفضيلاتهم مع الأخذ بعين الاعتبار التزاماتهم المهنية والعائلية. الجدول من الأربعاء إلى السبت مرة واحدة كل شهر 4 أيام في الشهر لمدة 18 شهرا. وطبعا سهلوا الفرصة بتمويل يصل إلى 60 شهر. هذا بالنسبة لكلية الأمير محمد بن سلمان. طيب إحنا يعني
حنتحول الآن ل إحنا قد تكلمنا على بعض الأماكن الحلوة في مكة، أكيد لازم ندلع أهل جدة برضو، في أماكن حلوة عندنا هنا في جدة صح ولا لا؟ اللي حابين يستمتعوا بفطور أو سحور لذيذ عائلي منوع يتوجهوا على الدار البيضة، فندق الدار البيضة جراند اللي موجود في أفضل الأطباق في السحور أو حتى الفطور. طبعا أطباقهم منوعة ومميزة في رمضان، طبعا أكيد يعني ناس أحيانا بتحتار فين تروح، فين تفطر، فين تتسحر، فين، فاللي حابين تنوع في المنيو أو بالبوفيه حيتوجه لفندق الدار البيضة. وزي ما قلنا إحنا الآن بفترة بنجهز للعيد، فالعيد يبغى له إيه؟ خلاص إحنا قلنا الشوكولات، الآن حنتحول للعناية الشخصية والاهتمام بتطلع. حنروح على مركز عناية إيليت اللي في مجموعة من استشاريون الاهتمام بطلة الرجل، وفي استمتاع بأجواء مختلفة مع خدمات 5 نجوم من خدمات مقدمة من المركز، من الحمام المغربي بأنواعه ومقشرات ومعطرات وعلاجات للجسم ومساج للاسترخاء ومساج بالأحجار الحارة ومساج الشمع الدافئ وتنظيف بشرة حسب أنواع البشرة مع الكشف المجاني مع الأخصائي والعناية بالأطراف. خدمات كثيرة ومنوعة مقدمة من مركز عناية إيليت في جدة. طبعا في قسم خاص لكبار الشخصيات. فين مركز عناية إيليت في جدة؟ طيب هو موجود في شارع التحلية في جدة، في شارع التحلية، وفي قسيمة جائزة في مسابقة عبارة عن قسيمة ب 250 ريال يوميا على حسب نوعية الخدمات اللي حتطلبها من مركز عنايتي. ما عليك إلا ترسل على واتساب البرنامج 0562689201 اسم المدينة، اسمك الثنائي المدينة، وطبعا اسم المركز أيضا، اسم المدينة اسم المركز واسمك الثنائي، ونتمنى الفوز للجميع. وكذا تكون وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، على أمل اللقاء بكم غدا إن شاء الله، فقرات جديدة ومنوعة من برنامجكم اليومي والمباشر السهر أحلى. دمتم بخير.